هذيك هو طلب مني باش كنا كيكه وتكلمت راه العبيط يدخل لك ما تكلمش قال كلمتين اوكي قلت شويه كلام ما حكيت اي مستو كومبوزيسيون فوالا لو رول هو هكيك اي هو قالها معناها بحب معناها مش سي نحييه وليد وصح شربتك مره اخرى ميرسي اللي تابع فينا وتو في لا رومارك سا مفي بليزير مي لو رول هو يطلب منك باش تكون هكيك ما تنجمش تتكلم اكثر وانت فاهم كل شيء وانا فاهم الطرح من الاول دونك انا نعرف كل شيء ونتفرج والتمثيل يستهويك معناها ليكسبيريونس تاع رينوفلي لا وي قلتها قبل نعاودها عجبتني الكاميرا وان شاء الله كان نكون قد ان رول اخر بيان سور نعمل ان رول اللي نجم نقدو مانيش نتعلط على بدني انا مازلت ما قريتش نحب نعمل ديكور دو تياتر نحب نحسن باش انا المره الجايه ما عملت ضربات في التياترو انت لا لا مازلت اما نحب ندخل بالحق نحب ندخل نعمل دي سيونس دو تياتر نشوف روحي يقولوا النوبة سي معناها لي كوميديان نجموا في الاسباس هذاك في الانفيرونمون هذاك في لوفيرتور ديسبري تاع المخرج معناها اللي جو بونس با يعطيهم برشا حريه ما خاطر الكلهم يقولوا لي لي تري مينيسيو يحب السونس عنده سونس دو ديتاي اما سي تحسوا سي اوسي سي ان فيتون اللي شيخ بين الظفرين لي كوميديان اي خاطر راهو غلطه الحكايه اللي ما عطاش اللي بيختي بالعكس عبد الحميد من ما تعرفش علاش يطلع لك في البلاتوره تبدا في بالك شي بها البيعه اش باش يصير وشنو باش تعمل يقول لك توا جيت في مخ باش تعمل كيكا حاول كيفاش تعاون باش تخرجها كوم هو لو فو با بلوس ما يطلبش منك باش تعمل له الحاجه هذيك بالضبط كان تعطيه البلوس عبد الحميد مخه محلول ويقبل اعطيه حاجه من خير من اللي هو اقترحها وياخذها ويقول راهو هذيك نتاع هذا وهو الا في توصل ما عندوش ليغو هذيك ولا ميني سوف في الديتاي سي نورمال باش تخرج خدمه به لازم تو في اتونسيون على شاك ديتاي واحنا اون في اتونسيون على تو لي ديتاي ومالغري سا لقاو حاجات العبيد مي بون في اي خدمه في جيم اوف ثرونز لقاو اغلاط ولا هكا دي ديتاي اللي هما ينتظر الناس غلطه مي بون ساخيست اون فيكسيون راهو معناها بون فما حاجات اغزو فما حاجتين لي راكور مسؤوليه سكريبت الحقيقه خلود راهي راكور نتاع لي فيلم مسلسل معناها نحكي اون جينيرال معناها فهمت مسؤوليه سكريبت لكن راهو فما عمل يقعد ديما بشري بعد ساعات حاجه تغفل تصور في بلاتو مثلا فما 30 واحد ويغفلوا على حاجه سيكو فريمون نجموا نغفلوا عليها معناها سي با مش حاجه كريارد نتفكر زاد فما مخرجين كبار في التلفزه التونسيه الطفله فما سي نتفكرها دقدق الباب شعرها مربوط وقت اللي يحل لها الباب وتدخل شعرها مسيب هي اما جيسبير كملت فرشت بعد ما دخلت الباب خاطر مش مشكل في الشكل تعرف وقتاش تفيق بيه ذاك تفيق بيه كي تبدا كيفنا نحن كيف حالاتنا نحن اكلي عنا مثلا نحن كي نتفرجوا في سيري ولا كي تفرج بتدخل لي جون عندهم يتفرجوا في حاجه بالعاطفه اكثر يتفاعلوا معاها وهذاك المطلوب هو مي بعد ساعات نحن عندنا اون ديفورماسيون بروفيسيونيل خاطر تعجبنا سيكونس نعاودوها كيفاش كومون سا ايتي فيلمي انا مثلا البوند انونس اللي هبطوها تفرجت فيها معني مينيموم 6 مرات جوست باش نشوف وين القصه ما فهميش قصه فركس لقيت نقص ما لقيت فما كان ان بلان سيكونس اي ان سول ما قصتش والله العظيم ما تقصت اي معني قلت انا قعدت فركس نلقى شي قصه كي ريكوبير تفرج فيها 6 مرات وشيخ ما تفرجش انت تفرج مثلا في فيلم لا لا مش تفرج مش نلقى قصه مش نحكي عليك انت معناها فو سافوري لو ترافاي كوم إلي ما انا زاد سي جي انفي ان اوتر جور دو فير ان بلان سيكونس معناها نحب نستحايل مثلا نقول اسكو لي بوسيبيليتي مثلا تعرفوا فيلم بيردمان اي اي في مايكل كله كين كله اي مايكل كين وفيه مايكل كيتون اللي مثل اي مايكل كيتون اللي مثل باتمان 93 هما داير زون فيلم باغودي دو باتمان ومعاه سيسمو ذاك نتاع ادوار نورتون سي ان بلان سيكونس فيلم كامل هذيك فيلم تقبلوا كله اش قولك معني فما بلايص تفيق لي كيلكو باغ فما مي تتعدى مي سي تو ميو مي تدخل في المود كي تبدا بون ان تكنيسيان تنجم تفيق اما كي تبدا متفرج معناها متخلص من المهنه نتاعك كي تفرج فيه كمتفرج معناها اي تو لو فوا دونك يظهر لك الكل بلان سيكونس سي مانيفيكمون تورني اوسي اي فو فير اتونسيون لي ديتاي في الحكايه هذوكم سورتو كونتيوز باش تعمل حاجه
صعيبه اللي تبدا تستنى العبيد. فما برشا عبيد كي تعرف البلان سيكونس زاد ما تنجمش تعدي عليهم، مش بنوار باش تتلفهم ولا بقصه باش تتلف اللي انت عملت بلان سيكونس. مي انت حاضر على التصوير؟ حاضر. اصعب بلان صورني قعدنا هذيك عاودني 12 مره، قعدنا 8 سوايع باش صورنا البلان هذيك. 8 سوايع احنا ما نحكيش على البريباراسيون، ليكيب تكنيك ضوا، احنا قعدنا 8 سوايع باش نصوروا فيها ضوا واكتينغ و خاطر اللي يغلط في الاخر نعاودوا من الاول كل صورها. انت تعمل انا حمزه بوشناق نعمل غزره غلطه نعاود تقولوا بشكل مستفز، تحس روحك في وسط وقتك تغزر تبدا تحط في حواجبك. والله مصر تقول مصبوب صبا يا نهار. وباهي فما دي ديفي هكاك اللي كوميديان سو سيرباس معناها دون فاسون يولي يعس على روحه اكثر، يولي خاطر مسؤوليه جماعيه دونك فوالا. تيزر سي اهم اكزومبل. شوف ليكيب نتاع نوبه لا سوليداريتي اللي كنا بالرسمي مالغري التعب ولو ريسك وكل قعدنا واقفين وبرد نهارتها وريح يقلب في حمامات واحنا لبرا وشادينا صحيح وان لا في الى ريوسي والحمد لله يا ربي. هو اللي معناها انا ديما نقول احسن حاجه تعملت في جونغ هذاك في التلفزه. باهي نحكي نرجع لك موزيكا خاطر ما نحكيوش برشا في رمضان على الموزيكا، ديما نحكيو على المسلسلات ونحكيو كيفاش ترى الساحه الفنيه الابداعيه في تونس توا. فما برشا دي تالون كاشي في تونس اللي ما عندهمش لي مويان. اولا باش نبداو راحنا اوني رياليست، الابداع حتى لو كان انت فني لازمك ان مينيموم دو مويان باش تخرجوا باش توصلوا. فما دي تالون. انا معناها انا في الميليو تعرف انت حاتم معناها جو لي ميوزيسيان في الجو نتاعي نحكي في لي جروب دو روك ولي فما عبيد مهبله تعرف في موسيقى تفتق تنجم تختف بالكدا تضرب البرا ما تضربش في تونس. خاطر اولا لي راديو ما يجيبوهمش، لي تيلي ما يجيبوهمش، الجرايد ما تكتبش عليهم. بون كيف ما عام 90 كانت فما كيما نقولوا ايزولمون للمز وتوا الستيل هذا نتاع الروك والميتال والبلوز والجاز الكل ولي ايزولي ديما حاطينه نتاع ان بوبليك في اتيكيت ولا بوبليك اليتيست اوغ كو سي با فري. راهي موزيك النوبه دخلنا فيها مزود واستعملنا بوكو دو سون نتاع بينك فلويد دي سون تاع ذا دورز انا نستعملهم تيليشارجي خاطر انا ذوكم لي جروب تاعي انا نسمعهم فهمت. دوك نحاول نقرب الببليك التونسي شويه للموند هذاك. ديما فما التامبر نتاع المزود والزكره والتبلوك وشي مي لي سونوريتي راهم كلهم سي دي ريفيرونس من الروك بروغريسيف بريتانيك ولا امريكان كو سوسوا بيب بيتلز ولا بينك فلويد رولينغ ستونز. استعملت برشا دي سونوريتي هذوك والعباد حبتها با فلوس. اسكو تو كوليك دي سونوريتي ناتوريل؟ الحقيقة سجلنا لايف معناها دي سونوريتي سيتادير معناها صوت من برا ما صوت اكستيريور مثلا. نو مش ما نكذبش عليك الكل انا مسجله. فما حاجات اللي هما مسجلين لايف العود الناي الزكره والمزود مسجلين هذوكم لايف حقانين مي الباقي كل جي با يو لو تون باش نخرج نخدم دي بروتاج ولا مانيش في الديليغ هذاك. احنا نخدموا معناها بالحق ليميت ليميت قاعدين فهمت. دونك ان شاء الله البروجي جي اون اورا بوكو بلوس دو تون. وانا نحب نستعمل اصوات من برا اكثر من نحب نعمل حس من عرش انا بمغرفه وطنجره ندخله في مسلسل مره ما يقلقنيش. اي علاش ما تعملش الاكسبيرينس؟ ما عنديش الوقت راهو للنوبه. اما انا في موزيكتي راني عامل اكثر من مغرفه وطنجره في حاجات نتاعي انا في خاطر باش نخدمهم في عقلي. مي توا بالحق اون في دو نوتخ ميو. ليكيب الكل اللي قاعده تخدم نويت اي جور 24/24. انا تو لهنا نرجع نخدم فما عباد قاعده ديجا تخدم في حلقه غدوه. دونك اون في دو نوتخ ميو باش نخرجوا لكم حاجه لايف حيه. كي انا نلعب لايف سي با جوست باش نوري روحي راني نجم نعزف ولا اندورونس. نو سي جوست باش ديما نحيي راهي فما روح فما الموزيكا سي ان بيرسوناج اللي قاعد ايفولو من اول حلقه لاخر 30 حلقه. لي ميوزيك اللي استعملتهم واللي لعبتهم انا من البرومير ايبيزود نتاع عبد يكتشف توا انا في سيتواسيون اخرى انا نعرف اش صار. دونك حتى في الموزيكا تتبدل ريتميكمون لي انسترومون قاعده تقبض معناها بشوي بشوي كيف ما في ربوخ تبدا طايح وتطلع في الاخر ترشق هذيك هو الريتم. اكتشفت حاجات معناها قبل كنت في معناها في انا عاودت غرمت بالحق بعد الثوره تغرمت بالمزود وليت مش تغرمت بالمزود دون سو سونس هذاك مي اعطيت وقت اكثر ووسعت بالي اكثر ومشيت الكلمات اكثر. سيدي تابلو مزيانين راهو المزود اي وكود تابلو في الكتيبه عاد انت تقراها اونتخ لي ليني زاد
كلهم لي شونسون تاع المزود كلهم سي دي تابلو سي دي زيستوار دامور سي دي زيستوار داميتي فما صحبه فما عشره فما لوم فما كل شيء اكسبريمي دون مانيير انا ما نقولش عليها فولغير العباد تقول زعما مزود هذيك اللغه هذيك انا بالعكس ياسر تعرف منين تعرف علاش العباد تخمى كيكا خاطر فن ما تنجمش تقول عليها كيك تعرف الفولغاريتي علاش هما خاطر نحن مجتمعاتنا معناها في الديان متاعنا عندنا ديما مشكله مع الحب معناها حتى كلمه اي حتى كلمه الحب ما تتقى حتى واحد باش يقول واحده نحبك معناها نحبها ونقولها كل يوم نحبها ما عنديش حتى مشكل في حياتي باش فما مع هكاك ثقافيا يمكن زاد تكويننا يمكن ثقافتنا يمكن اللي ورثني على جدود فما انا الحمد لله ما ورثتوش جدود يا بارامون كانوا يقولوا نحبك حتى بابا خرج غني اسمه نحبك اي عاد ما تخصنيش لحياتي يحب الحب سي نورمال ما تنجمش تعيش من غير ما تحب امبوسيبل كو سوا خدمتك مرتك امك ابوك صحابك خواتك كلهم حب تنجمش تقول عندي علاقه مع خويا ولا مع اختي وانا جوست علاقه ما عندك علاقه خاطر تحب وانا عندي برشا ناس نحبهم في حياتي والحمد لله هذيك الحاجه اللي انا تخليني واقف على سقايا وجو مانتيام شدة ثنيتي الحمد لله يا ربي بمحبه الناس زاده وبحبي لهم بي لا كريتيك اون جينيرال سورتو واحد كيعمل خدمه ويعطيها وقت ويعطيها فن ويعطيها لي ديتاي وكل شيء اون ا دو مال اكسبتي دي كريتيك ولا لي كريتيك انا والله سانسيرمون جو لي اكسبت ونقرا اكثر لي كريتيك خاطر لي كومونتير الباهين بالحق يفرحوني كل يوم وكل يوم قاعدين نفرحوا باللي نقراو فيه مي لي كريتيك انا مادام نقول عبد وصل ركز مع الموسيقى وعمل عليها رمارك حاجه باهي ديجا دونك جو في اتونسيون باش العبد هذاك غدوه كي نعمل الموسيقى نتاع غدوه الغلطه اللي هو شلق بها ولا حسها سافا با جيسي دو لو فيغ بليزير باش ما يتكلمش غدوه انا ذا جي لا شونس خاطر نلعب كل يوم دونك جو في اتونسيون نقرا في لي كومونتير والعباد اش تكتب مي جوسكا بريزون الحقيقه ما عندي حتى كومنتير خايب على الموسيقى انا مريت حتى مؤاخذات ما نحكي بالحق اوكان موفي كومنتير على الموسيقى نتاع نوب بي فما بعض ساعات راهو دي رياكسيون دو سيغتان بيغسون مثلا اللي عملوا موسيقيت مازال فما لخط ولخبطه في لي دغوا مازال فما للناس فاهمه للفنانين فاهمين جو بونس اللي مثلا وقت اللي واحد يبيع غنايه وتعاود تغنى سا دو بون دو سيبور سي تري كومبليكي وعلى ذاك عندنا مشكله في لي دغوا تعتبر اللي تونس هذا سؤال معناها نسالوا بحكم انا زاد مرتبط ياسر بحكايه لي دغوا انت كموزيسيان شنو الحاجات اللي تراهم ناقصين في حكايه الدغوا شنو اللي تنصحني انا معناها جو في بارتي دو سيت انستيتيوسيون اللي هي لي دغوا دوتور شنو الحاجات اللي لازم نحسنهم في الموسيقى مثلا باش ما عادش يصيروا مشاكل كما اللي صاروا عملناه له سنين نحكي على روحي انا بون عندي تجربه الوالد انا سبقتني معناها نعرف لي دغوا دوتور من هو مانيش انا راني اكتشفتها توا بالنوبه ولا قبل فهمت ما عندناش دغوا دوتور في تونس معناها لي زارتيست فما دي زارتيست كبار ان سيغتان نيفو ما عادش ينجم يطلع سوغ سين يغني وهذيك هو باش يعيش كي انت تعدي له في اي اف ام ولا في اي راديو اخرى تعدي له غنيته وما تخلصوش هو منين مش يعيش هو سي كمل كاريرو دونك الغلطه راهي مش من الدوله بركة الغلطه زاد من لي راديو من لي تيليفزيون نحن راه نخلصوا دي دغوا للوتي داف توا توا راهي وليت الحكايه معناها نخلصوا عامين الحكايه هذه معناها فما الاذاعات الكبار والتلفزه الوطنيه وجو بونس زاد زوز تلفزه اخرى خاصه ماني سور يا ما نجموش نحكيو عليها الدغوا دوتور ملي دغوا حكايه فيها فوالا خاطر نعرفوا احنا قداش تجي معناها فهمت البرا راهو العباد فما دي زارتيست يقول لك انا سايب باش نوقف كاريري باش نعمل حاجه اخرى خاطر يبدا متهني اللي غنيته كي باش تعدى حتى في اسانسور باش يخلص عليها دونك نجم يرتاح احنا في تونس المغني ولا الممثل ولا اي واحد ما يتهنيو عليه كان ما سايب كان ما يجيبوه في التيلي يصوروا فيه في كوان لطف عليكم وباش العباد ترفق به معناها تعاونوا اخكو هذايا سيتياسيون الله لا يوريها لحتى واحد وان شاء الله الدوله تقف مع الناس هذوما الكل مش تقف معناها تقف معاهم وقت اللي تحبيهم تقف من توا اللي مادامهم واقفين خاطر كي تحبيهم مره ما حاجتوش هو باش تجي تصوروا انت في دار ولا توري الناس بعد هو كان في السكسي متصور حتى اختيست كان يتمنى غاديكا مي الله غالب يتلز باش يتحط في السيتياسيون هذيك باش ينجم يعيش هذه الله لا يوريها لحتى حد وان شاء الله الدوله تقف مع العباد اللي ديجا زاد
واقفين راه مش كان اللي ساي يقولوا مسكين يسخف ما خلطوش الغادي حتى اذا ولا يسخف ساي انسيه. انت مسجل موزيكتك ولا انا لي دغوا مانيش مسجل لازمك تسجل خاطر البارح برشا دي غوميكس ونفرح اللي يعملوا لي غوميكس نتاع البارح البارح مثلا قصوا موزيك نتاع مهدي اللي هي نتاعو من 2014 خاطر واحد اخر مسجلها بعده دونك فو فيغ اتونسيون لازمك تسجلها موزيك اللي حاب يسجل مبروك لا 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 مش ما مش حكايه انا نزلت موجود قلت ربي نعملوا ما خير حد كيسجلوا مي بون لازمك زاد يلزم العباد الكل فما سيغتان ديسيبلين ما بين العباد الكل احنا لي دغوا نتاع التريلر والموزيكا نتاع النوبه معناها مش مسجله دون لو سونس اللي من لي دغوا مازلنا ما صابينهمش خاطر انا ما نكمل نصب كي كملت 30 حلقه مازلت ما كملتش اما صبهم معناها فريمون سي ان كونسي خاطر تعرف لو فينومين كبر خاطر العباد سامحني فما دي باج اللي قاعدين يكتبوا لي ويبعثوا لي وراني فرحان برشا باللي غوميكس ولي دي جي اللي يبعثوا لي خاطر يشاوروا فيا اسكو تو بيرمي اي اللي يشاوروا اون ديريكت جو بيرمي ا تو الموند اليزي الموسيقى ما تتشدش كيف ما انا راني سمعت ولعبت ما شاورتش راني كلعبت وش يور هير هزيت تليفون كلمت روجي واترز ولا مع بول ماكارتني كلعبت هي جود راني لعبتهم دونك الموسيقى اللي ابارتاجي راهي تعاملت للناس هذوما الكل تحب تلقى تبدل فيها فازا تعمل ليه عندك الحق راهو حتى بينك فلويد عندك حق تغني لهم اون لايف وعند فما لي كوفر جو بونس كو سي فيهم لي دروا فما لكن لوتيليزاسيون دو ميوزيك مثلا بور اليستري فيلم ولا واحد هذيك هذيك انا تقلق على ذيك نقول لك ما تركبش لازم واحد يركبها لك راهو في كور ميتراج هاو باش نعطيك انا لو سكري نتاع الموسيقى في نوب والله يا حاط اي جو ديفي اي واحد يجيبول ما فماش ريتميك معناها ما فماش ستركتور في اي حتى سيكونس جيب لي سيكونس واضحه تاك تاك كلهم يتبعوا في الديالوج نتاع معناها بالك تركب لازم انا نغزر باغ اكزومبل فما سيكونس بليزيور سيكونس يبدا يتكلم باغ اكزومبل بيرسوناج يقول له توا اسكت ولا عيط علي انا نقف بالبيانو خاطر نتفرج فيه نقف بعد ما تحس التونسيون نعاود نرجع نعزف ما نقصش الصون دونك ما تلقاش ستركتور تنجم تلوبيها وتعاودها ابار تيزر وتريلر واللي قاعدين يعملوا فيه ويعملوا في حاجات مزيانين على الاخر زاد دونك جو سوي تري كونتون اي تري فيير انا ابخي تو نسمع في موزيكتي ماهيش هذه الخدمه الاولى وماهيش هذه الخدمه الاخرى ان شاء الله نعملوا ما خير توا سا فا ميدي باش اسمي تعرف كان العباد يفون دي روميكس وكل شيء بان تون ميو بور ما علاش باش نمشي نسجل وباش نحرم العباد وما تمسش وما تعملش نو وكان تركب على كور ميتراج سا مو فيغا بليزيغ ستعمل انا ما عنديش حتى مشكل مع لي ميوزيسيان بالعكس كان باش تعاون في ان بروجي فازي من غير ما حتى كان ما تكلمنيش ولا ما سالتش على شراي انا هاني من هنا اما تخاف يفزد لك موزيكتك يفزد في المو كان يفزد موزيكتي مش موزيكتي موزيكتي تعديت في كونتكست تاعها تعديت حلوه تحطها في حاجه اخرى هذاك هو مخك حبيت تعاوني على الدرو دوتور شيء ماني باش ترسيني نكسر راسي وحدي به التراث اسكو شنو يعجبك في التراث خاطر كلمه تراث واسعه برشا وفما حاجات يمكن نحن ما يجيش لبالنا اللي هما مخبين تلقى حاجات في قرى بربرية فعنا مونت عنا جبل إيه بيخسر راهو مثلا كعمل لسعد منسيات انا معناها التو نسمع في المنسيات احنا خدينا غنية ديغنيغمون هبطت على يوتيوب كان شفتو هيشي وحش الصراع مع موني تلمود اي اي هذيك انا بتتخ سافا نحييها على الاخر ديجا خاطر الى اون فوا اكسلونت وعندها تامبر وعندها روح نتاع تقول هي ما تقول اصلها من كيف ولا من سيدي بوزيد هي بنت القربة اما كي غنيتها تقول من غادي معناها من عام 30 زادة مش طفلة اللي كانت معي في الاستوديو دونك انا ترى هذاك اللي مسني اكثر نعرفش كيفاش ما فيه روح هكا نتاعك الطبلة اللي الريتم محلول هذاك اللي يعجبني انا في التراث نتاع تونس وبيان سور نحب برشا تراث الجبولات فوالا هذاك تعرف علاش خاطر انت مثلا كي تعزف تبزون دان روتور فما اللي في الصحراء ما عندهمش روتور لا ذوكم عاد عايشين في تريبيخر في الجبل عندك روتور ليكو معناها عندك ايفي ناتشوريل عندك ان ايفي ناتشوريل لا اللي احنا نعملوه في استوديو سي بور سا كو سي ديفيرون معناها كي تسمع موزيكا نتاع الجبل مش كيما تسمع موزيكا نتاع الصحراء معناها سي انثروبولوجيك عندنا برشا اوني ان بي تري ريش اون موزيك راه كل احنا كل بلاد في كل ولايه في تونس عندها موزيكا من كيف تجبد من تونس تجبد من سيدي بوزيد تجبد من صفاقس تجبد كل واحد عنده ستيل بون في اللاك ما عندنا تراث في اللاك ما عندناش في اللاك عندكم راديو بتعدي الموزيكات هذو اما
نصور روحي باش نمشي توا عندي ان بروجي ان شاء الله قاعدين نحضروا فيه مازلنا راهو حتى جوست يوفى المسلسل نتاع باش نعملوا ان سبيكتاكل صغير انا في الموسيقى نتاع كيف ما وحش الصرا وهذاك لو موند الكل 3 4 شانسون فيلمي دون مانيير بسيكيديليك نحب نعدي البسيكيديليك في هذاك باش يفهموا شنو راهو مش صعيب ومش يخوف ومش حاجه كيفاش تراها بسيكيديليك مثلا من الصالحي ولا من ولا حاجه فوندو ما كيفاش تراها ليه مش تاع راديو حتى كيما نعمل نخرج من بعد نحكي بعيد بعيد شنو الامبيسيون تاعك شنو الحاجات اللي تو غيف دو فيغ معناها ا غروند ايشيل تحلم بالعالميه تحلم بيان سور جو بونس ان شاء الله نحلم باش نكمل في الموزيك دو فيلم هكا في هذا في الستيل هذا معناها مش ستيل معناها جوست الموزيك مزود مي انا جابريسي بوكو بلوس لا ميوزيك كي نبدا نتبع في عبد وجاك سونتو هو حاجه قالها حب يحسها ما نجمش يغنيها ولا يخرجها بسونوريتي انا نعاونو باش ندز مع سيكونس ولا سين ولا اي حاجه هذيك سي ان بليزير لي انا باش من بعد هو كي يتفرج في روحه كيف ما كي تفرج سيكونس مع عزيز ومع وجدي وبيلا وماهر في الواحد كي تفرج فيها عزيز بحذايا حسيته ايمو انا فرحت فرحت على الاخر خاطر عبرت عليه هو من داخل معناها مش قوه مني انا ولا عبقريه كبيره معناها لقيت لو طون جوست لقيت السنسيبيليتي اصعب حاجه سي كو تلقى السنسيبيليتي نتاع كل بيرسوناج خاطر لي بيرسوناج في المسلسل كل مره واحد فما دي فاز كل واحد عنده فاز فمش واحد ساقط حاشيكم برشا ولا واحد باهي برشا كل واحد عنده الباهي والخايب دونك انا كي نعرفه هو في المومون هذاك نمس السنسيبيليتي نتاعو انا شيخ نشوف هو الممثل شيخ انا ديجا شيخت معاه بون انت في الحجر الصحي خدمت برشا مي لي مومون تاعك تي مومون وقت تبدا وحدك ولا تبدا كونفيني تي مومون سون بلوتو ميوزيك ولا فيكسيون عندي شكون فرج مع عاد لي ميم كل يوم والله بالفيديو هذاك اسمه هو هذاك هو تاع الجاز تاع الجاز لا والله دوك في الكونفينمون شديتها سبور باش نكذبش عليك قتلته بالسبور معني قتلت تعبت بالسبور باش نسيت الكونفينمون وبعد ديريكت انا انشيني ديريكتومون رانا في النوبه معني من لو 29 ليله رمضان فرد ريتم لليوم الغدوه حتكشي نهار الاحد ان شاء الله العيد نهار الجمعه كان علينا خلينا نكملوا ليه بالحساب نهار السبت يجي انا قلت انتم 30 ايبيزود 30 باش بالاحد فرحتنا زدت فجعتو ما حبش نفجعو مع الاربعة تنعيد عليك خلينا نزيدو 32 جور ما في الكونفينمون مازال عندنا مرتين نجمو نعديو احنا نوبة نقعدو حتى ل 35 بوم فما اسئلة ما حبش نسلم امشي فازي فما نوبة 3 هذوما الاسئلة اللي ما تحبش تسألهم وانا ما نحبش نسمعهم ريت علي زر ما نحبش ليه مانيش المخرج تي ما معناها انت تو في بارتي دو بروجي بي انا نسالك دي نتمنى تتمنى فما نتمنى باش علاقتي تتطور مع ماهر باش وانا نحكي معاه وباش تزيد تجرب حاجات اخرى في الموسيقى وانا نولي نحكي معاه ما عادش ندز كان الكاروسه وانا نولي نحكي معاه هكاك وليد 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 يولي يقول لك يا حمزه يولي حمزه ميرسي سيتي تري اغريابل دو تو ريسيفوار بالحق معناها فوز تري جونتي يعيشك وربي فضلك ويعطيك الصحه وانا جو سوي فان دو توا مش في الراديو انت تعرف انا جي توجور ايتي فان دو توا تعرفني وعرفنا بعضنا في ساعة سعيدة دونك ان شاء الله ديما الساعة ديما الساعة ان شاء الله ترجع لنا الساعة السعيدة هذيك ميرسي بوكو ميرسي عفو الناس الكل نمشي وفاصل ونرجعوا لكم